هذه المجموعات التي تراهن على الأمريكي أن الأمريكي لن يحميكم، الأمريكي لن يضعكم لا في قلبه ولا في حضنه، الأمريكي سيضعكم في جيبه لكي تكونوا أداة للمقايضة مع الدولارات التي يحملها، وهو بدأ بالمقايضة. إذا لم تحضروا أنفسكم للدفاع عن بلدكم وللمقاومة فلن تكونوا سوى عبيد عند العثماني، لن يحميكم سوى دولتكم، لن يدافع عنكم سوى الجيش العربي السوري. بعد فترة وجيزة من خطاب الأسد، قال الجنرال بولا كاميرا قائد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف لوسائل الإعلام إن بلاده ستواصل تقديم التدريبات العسكرية والأسلحة لقوات سوريا الديمقراطية، لكن الولايات المتحدة ستقطع المساعدات العسكرية إليها إذا تغير موقفها وقامت بالتعاون مع الحكومة السورية. وقالت وكالة رويترز للأنباء إن تصريحات لاكاميرا هذه أوضحت أنه على قوات سوريا الديمقراطية اتخاذ قرار صعب في ضوء استعداد القوات الأمريكية للانسحاب من سوريا، وهو إما الانضمام إلى الحكومة السورية وروسيا وإما البقاء بجانب الولايات المتحدة.